دي صفية فركاش زوجته الثانية، وهنشوف أسرار وصور جديدة عن حياته وزوجاته وأبنائه وطياراته وسياراته وحارساته وكل ما يختص عن حياته الشخصية، وحاجات تعرفوها لأول مرة. غرفة نوم معمر القذافي في قصر العزيزية، غرفة نوم فاخرة طبعا في قصر العزيزية. القذافي بعد إصابة وركو بشرخ أثناء ممارسته للرياضة عام 98، دي صورة نادرة برضو، وهو على سرير المرض بعد إصابة وركو بشرخ. صورة نادرة للقذافي وابنته تبناها، والتي توفيت نتيجة غارة الأمريكية على قصر العزيزية عام 87. هنا قصر هانيبال معمر القذافي الواقع على شاطئ ريجاتا بعد سيطرة الثوار عليه، قصر على المية مباشرة، مفيش حاجة حواليه خالص، عيشة ملوك طبعا. كان القذافي يفضل أن يكون حرسه من الجنس الناعم، ودائما ما كانت ترافقه 3 حارسات، والسبب وراء اختيار حراسه من النساء هو أن يكشف للعالم عن تمتع نساء ليبيا بنفس الحقوق الممنوحة للرجال. دول مع حارساته، صور نادرة برضو. أسطول السيارات الفارهة للقذافي كان لا يفارقه في أي رحلة خارج البلاد، كانت ما تصنع له بمواصفات خاصة ومعززة أمنيا، دي BMW. وهنا حراسه حوالين العربية، سيارات من مختلف الأنواع والأحجام. وهنشوف ثرواته بعد شوية، دي سيارة البيتلز كان بيتمشى بيها في طرابلس. الثوار بعد اقتحام قصر القذافي، هنا واقف على الكرسي وحاطط رجله على التمثال اللي بيزين الكرسي. القذافي يصلي بمجموعة من طلبة الجامعة، هنا هو في عز شبابه كان بيصلي طلبة الجامعة، صور نادرة ليه معاهم. خنجر ملكا للقذافي وجد لدى عصابة في تركيا، والتي قامت الشرطة بالقبض عليها أثناء عملية تهريب. الخنجر مصنوع من العاج ومرصع بالياقوت والزفير والزمرد والألماس. من قصص ألف ليلة وليلة. كان القذافي يحب اقتناء التحف النادرة، وفي أي دولة يقوم بزيارتها كان يحرص على الذهاب للأماكن المخصصة للعرض وبيع تلك التحف. وفي هذه الصورة يظهر القذافي وهو في محل أنتيكات وتحف في فنزويلا عام 2009. هنا في فنزويلا عام 2009 في محل أنتيكات بيحاول يقتني أي حاجة تعجبه. الصعيدي معمر القذافي بعد الغارة الأمريكية عام 86. ده الصعيدي معمر القذافي، صورة نادرة لوالدة معمر القذافي. أبناء القذافي في أحد الحفلات بحضور لاعبة التنس العالمية أنا كورنيكوفا. صورة نادرة تجمع القذافي بالرئيس الجزائري بوميديان، وبجوارهم أبناء القذافي سيف الإسلام ومحمد. هنا مع الرئيس الجزائري هواري بوميديان، هنا مع جمال عبد الناصر الرئيس المصري. معمر القذافي مولود 7 يونيو 1942، توفي 20 أكتوبر 2011. هو المعروف باسم العقيد القذافي، كان سياسيا وثوريا ليبيا، وفي واقع الأمر كان من يحكم ليبيا لأكثر من 42 سنة. صار بعد كذلك يعرف بالأخ القائد للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية،
1977 ل 2011، وصفته برقية صادرة من سفير الولايات المتحدة في طرابلس بأنه شخصية زئبقية وغريب الأطوار، يعاني من عدة أنواع من الرهاب، يحب رقص الفلامنكو الأسباني وسباق الخيل، يعمل ما بدا له ويزعج الأصدقاء والأعداء على حد سواء. زوجاته: عاش معمر القذافي في كنف أمه، وتزوج فتحية نوري خالد زوجة العقيد الأولى، مدرسة أنجب منها أكبر أنجاله محمد، ويقال أن زواجهما استمر شهورا فقط. ثم تزوج صفية فركاش وهي زوجة القذافي الثانية وممرضة، وهي ممرضة ليبية سابقة، تعرف عليها أول مرة عام 70 أثناء خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات، وتزوج منها في نفس العام، تنحدر من مدينة البيضاء. دي صفية فركاش زوجة العقيد الليبي معمر القذافي الثانية، ودي صور نادرة ليها مع أطفالها هنا مع معمر القذافي. أبناؤه: محمد القذافي الابن البكر من زوجة القذافي الأولى، رأس اللجنة الأولمبية الليبية التي تملك 40% من شركة المشروبات الليبية، وهي صاحبة امتياز شركة كوكاكولا في ليبيا، كما أدار لجان البريد العام والاتصالات السلكية واللاسلكية والشركات المتفرعة منها، وهو مسؤول عن قطع الاتصالات عن ليبيا خلال الأيام الأولى لثورة 17 فبراير. ده محمد القذافي. سيف الإسلام: ثاني أكبر أبناء القذافي، ونظر إليه طوال السنين السابقة لثورة 17 فبراير على أنه الزعيم الذي يجرى تحضيره لخلافة والده. ظهر بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات على شاشات التلفزيون وخاطب الأمة مهددا ومحذرا من نشوب حرب أهلية. قالت قوات المعارضة الليبية المسلحة أنها اعتقلته قبيل دخولها لمدينة طرابلس العاصمة الليبية في يوم 21 أغسطس سنة 2011 ميلادية. ده سيف الإسلام القذافي. الساعدي برضو من أولاد القذافي، وهانيبال من أولاده برضو، دي هانيبال مع مراته. المعتصم خامس أبناء القذافي، مستشار والده للأمن القومي، وكان حتى وقت قريب يتمتع بحظوة كبيرة. في عام 2008 طلب مبلغ 1.2 مليار دولار لإنشاء وحدة عسكرية شبيهة بتلك التي يقودها أخوه الأصغر خميس. فقد السيطرة على العديد من مصالحه التجارية الشخصية بين 2001 و2005 عندما استغل أخواته غيابه وفرضوا سطوة شركاتهم الخاصة على البلاد. ده المعتصم أثناء لقائه هيلاري كلينتون في 2009. خميس الابن السادس للقذافي، قائد وحدة للقوات الخاصة الكتيبة 32 أو لواء خميس، وهو لواء تم تدريبه في روسيا ويطلع على نحو فعال بحماية النظام، كما تشارك هذه الوحدة في قمع المحتجين المعارضين لنظام القذافي. ده خميس قذافي. عائشة ابنة القذافي، وتطلع بدور الوسيط في حل الخلافات العائلية، وتعمل في مجال المنظمات غير الحكومية. يتذكر الليبيون استقدامها المغني العالمي ليونيل ريتشي لليبيا منذ عدة سنوات ليغني في حفل عيد ميلادها. ديت عائشة القذافي. هناء ابنة القذافي المتبناة، زعم القذافي أنها قتلت في القصف الأمريكي لطرابلس عام 86، وشفنا صورها في أول الفيديو. دي صورها بعد ما كبرت. هناء. سيف العرب أقل أبناء القذافي الثمانية شهر، يقال أنه يعيش في ميونخ بألمانيا، حيث يقال أنه يدير عددا من المصالح غير واضحة المعالم، ويعرف عنه قضاء الكثير من وقته بالحفلات. سيف العرب. ميلاد الابن السابع القذافي هو ابن شقيقه الذي تبناه. ميلاد هنشوف بقى أسرار عن معمر القذافي. نشر موقع ويكيليكس تقارير قالت أن معمر القذافي يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثروة تقدر ب 131 مليار دولار، وهي ثروة تقارب 6 أضعاف ميزانية ليبيا. وتقول التقارير أن معظم استثمارات القذافي في إيطاليا بسبب العلاقة الوثيقة التي ربطته برئيس الوزراء سيلفيو بريسكوني،
وهو يمتلك نحو 5% من كبرى الشركات الإيطالية، كما يمتلك أسهما في نادي يوفنتوس وشركة نفط تايم أويل وشركات تأمين واتصالات وشركات ملابس شهيرة. وتقدر الإحصاءات أن ثروة القذافي يمكن أن تسد حاجة الوطن العربي الغذائية التي تقرر بين 20 و 25 مليار دولار مدة 3 لـ4 سنوات. بعد صعوده للسلطة انتقل القذافي في سكنة باب العزيزية، وهو عبارة عن مجمع محصن طويل يقع على بعد ميلين من وسط طرابلس. كان منزله ومكتبه في العزيزية مخبأ ومصمم من قبل مهندسين من ألمانيا الغربية، في حين أن بقية عائلته عاشت في مبنى من طابقين داخل المجمع، وفيه ملعب تنس وملعب لكرة القدم وعدة حدائق وخيمة بدوية بها العديد من الإبل. وكان أسلوب حياته متواضعا بالمقارنة مع غيره من القادة العرب. عمل القذافي لسنوات مع البنوك السويسرية المصرفية الدولية. في نوفمبر 2011 حددت صحيفة صندي تايمز الممتلكات تبلغ قيمتها مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة وحدها. وكان يمتلك طائرة إيرباص خاصة والتي اشتراها من الأمير الوليد بن طلال مقابل 120 مليون دولار في عام 2003، وكانت تحتوي على الكثير من الكماليات المختلفة بما في ذلك الجاكوزي. دي الطائرة اشتراها من الوليد ابن طلال، وفي صورة مشهورة كان الوليد قاعد على الكرسي ده، وديت صور مختلفة من داخل الطائرة فاخرة جدا طبعا. فخمة جدا جدا. الأمازونية تعتبر الأمازونيات إلى جانب الملابس غير المألوفة والخيمة العربية ثلاثة مظاهر ارتبطت به ولفتت الأنظار إليه في زياراته لدول العالم المختلف. وجاء اختيار القذافي للنساء لحمايته متناقضا مع تصوراته المعلنة عن المرأة وتأكيداته المكررة في كتابه الأخضر أن مكان النساء هو البيوت، لأن تكليفهن بوظائف الرجال يفقدهن أنوثتهن وجمالهن. وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن حارسات القذافي إلى أن تعدادهن يصل لنحو 400 حارسة، وأنهن يشكلن وحدة ذات وضع مميز داخل القوات الخاصة المكلفة بحمايته. هنا الصورة مع حارساته. لو عجبكم الفيديو